هذا السائل أبو ماجد يقول: علي 3 أيمان كل يمين في موضوع مستقل. سؤال يا شيخ: هل إذا دفعت كيس رز 45 كيلو لأسرة واحدة يكفي ويكفر عني؟ إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة كل يمين لها كفارة ولا تتداخل بعضها مع بعض، كل يمين توجب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على الخيار، فإن لم يجد فإنه يصوم عن كل يمين 3 أيام. هذا إذا كانت على أشياء متعددة. أما إذا كانت الأيمان مكررة على شيء واحد قبل التكفير، كررت قبل التكفير، فإنه تكفيها كفارة واحدة لأنها تتداخل في هذه المسألة. كذلك لا بد أن يكون الأشخاص الذين أطعمهم يبلغون 10 لا ينقصون. إذا كان أهل البيت يبلغون 10 فلا بأس، فعفو إليهم، وإن كانوا أقل من 10 يدفع إليهم بقدرهم والباقي يعطيه لفقراء آخرين حتى يكمل 10. نعم.